السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا نوار؟ فوز أخوي جمال وحاجي؟ اطمن يا حاج عبد الرحيم، أخوك بخير، اطمن، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا خال. يزيد فضلك يا بنتي، عقبال ما نشرب شربات فرحي. قول شربات شهادتها الأول يا أخوي. إن شاء الله نشرب شربات نجاحها وجوازها في يوم واحد. تعيش يا جد. تفضل يا جد. تسلمين يا زنت البنات. تفضل يا عمي، عملت لك الشاي سكر زيادة زي ما بتحبه. والله ما حد سكر زيادة غيرك أنت. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج عبد القادر؟ الله يسلمك. ازيك يا شيخ طاهر؟ اهلا بيك يا ولدي. ازيك يا عمدتنا؟ اهلا بيك يا فواز يا ولدي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك ابو خالد؟ الحمد لله فواز كويس. ازيك يا عادل بيه؟ ازيك يا فواز باشا؟ منورين يا رجاله. كيفك يا عبد الرحيم؟ سلامتك يا اخوي، الف حمد لله على سلامتك. متجمعين عند النبي يا رجاله. عليه الصلاه والسلام. بقول لك ايه يا اخوي؟ ايوه. عملتها يا اخوي. عملت ايه؟ اطمن يا حاج عبد الرحيم، اخوك عملها. الحمد لله على سلامتك يا اخوي، الحمد لله انك قمت بالسلامه. لا. اخوي ما رضيش يقول لكم ان هو يعني هيعمل عمليه عشان ما تخافوش عليه. هي الحكايه ايه؟ ما تفهمونا يا ناس. فواز اخوي عمل عملية كبيرة قوي ومرضيش يقول لحد، حتى عياله، عشان ما تخافوش عليه. ألف حمد لله على سلامتك أخوي، بس يعني أنا واخد على خاطري منك عشان يعني ما اتصلتش بي عشان أجي وقف وياك. لكن ما قلتليش يا أخوي عملية إيه اللي عملتها دي؟ ما ترد يا فواز، رد على اخوك الكبير، قول له عمليه ايه اللي انت عملتها واللي عشانها بعت ارضك. انت قلت لهم على حكايه بيع الارض يا اخوي؟ احنا مش متفقين اننا ما نقولش لحد. جرايه يا جماعه، عكرين تتكلموا بالالغاز ليه؟ ما تقولوا لنا انتوا جايبيننا ليه؟ انا هنقول لكم. ايه معقول؟ هو ده اللي حصل وعشان كده جمع الرجاله؟ ايوه، وهي دي حاجة قليلة؟ لا طبعا، بس يعني ما تعرفيش هي ناوية تعمليه؟ لا ما قالتش. نوارة مش هينة، ولو حد داس لها على طرف هي ولا حد من بناتها يبقى نهارها مطين. معنى يعني المرة دي كلهم جايين يسلموا على ابوي؟ ما هو كل مرة بيرجع من اسكندرية ولا حد بيجيله. ايش عجب المرة دي؟ شش. ايوه اتجوزت وده حقي. كلكم تعرفوا زين اللي عملته فيا نوارة قدام الخلق لما جيت وفي بوعدي وحافظ على كلمتي اللي اديتها لاخوها الكبير لاجل ما اتجوز بنت من ولده. جوازك من الاسكندرانية ملوش دخل باللي حصل بينك والنوارة بسبب موضوع أزهار ونجاتي. لا، انت بعت أرضك بقالك مدة طويلة، كنت مرتب للجوازة دي بقالك سنتين يا فواز. السنتين اللي نشفت فيهم رجننا وبناتك، ولولا الفلوس اللي باخدها من أخوي تمن إيجار أرضي واللي باخدها من عادل كان زماننا وبناتك بنشحته من الخلق. نوارة، كلام ده ملوش عازة دي لقيت. انت جايبانا عشان نتكلموا في موضوع مين اللي بيصرف على البيت ولا في موضوع جوازة؟ انا جايباكم هنا يا اخوي عشان تطلقوني منه. استهدي بالله يا بنتي يا نوارة، مش كل واحدة جوزها يتجوز عليها تطلب الطلاق. وبعدين ما تنسيش يا بنتي اني معاكي منه اربع عرايس. الكلام ده يا عمدي لما يكون جوزي مكفي بيته،
لكن ده راجل راح باع أرضه واستخسر يدينا من تمنها مليم واحد، وراح يجهز لعروسته ويعمل لها فرح يرقص وياها ويفرج عليها الخلق. فرجوا يا جماعة، فرجوا على فرح جوزي. هي دي العملية اللي راح يعملها أخوك يا حاج عبد الرحيم. فرج يا فواز، فرج على روحك وانت بترقص ولابس البدلة ترقص ويا عروستك العرياني يا صعيدي. يكون في علمك يا نوارة، يكون في علمكم كلكم، يكون في علمك يا عادل بيه اللي جبت لها الصور دي. صح انا بعت جراتين من ارضي واتجوزت بيهم، وهبيع بقيه الارض، ولو قدرت اتجوز ثالث ورابع هتجوز، لكن طلاق مش هطلق. يا جماعه اهل البلد كلهم، استهدى بالله يا فواز يا ولدي، استهدى بالله، خلينا نحل المشكله دي. انا ما عنديش كلام تاني اقوله يا حاج متولي. لو عايزه تتطلق تبريني من كل حقوقها وتديني الاربع بنات. الأربع بنات؟ تعمل بهم إيه الأربع بنات؟ هتلبسهم عريان وتعلمهم الرقص زي مرتك؟ كلام إيه ده يا نوارة؟ كلام إيه؟ هم مالهمش أهل ولا إيه؟ خوالهم ماتوا ولا يكونش خوالهم ماتوا؟ ما تتكلم يا عم كده، ما تتكلم يا شيخ طاهر. شوف يا فواز يا ولدي، زي الشرع ما إداك الحق إنك تتجوز على مرتك، إداها هي كمان الحق إنها تعيش وياك أو تتطلق منك. ده القانون يا شيخ طاهر. القانون والشرع يا عمدة. لا، الشرع بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ايه سكت ليه يا عمدة؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هو كان عدل يا عمدة؟ عدل ايه؟ هو كان عدل ويا اخوه الكبير لما هيعدل ويا مرته به خلاني بعت ذهب مرته واتسلفت من الشرق والغرب عشان اجيب له الفلوس، واداني جراتين مش لازمني وباغلى من تمنهم، وانا جبلت عشان انقذ اخوي. اتاري كان بيضحك علي. منك لله يا فواز اخوي، منك لله يا فواز اخوي، منك لله يا فواز، منك لله. اسمع يا رجاله، طلاق مش هطلق، وما دام الشرع والقانون بيدوها حق الطلاق تروح تتطلق، بس في المحكمه. محكمه؟ محكمه ايه يا ولد اللي بيقول عليها دي؟ من ميتا ولد الديريني بيحلوا مشاكلهم مع نسوينهم في المحاكم، ده حتى تبقى عيبه في وشنا كلنا. واولكم انا، الله، عايزين الناس تقول علينا ايه؟ عيله الديريني ما بقاش فيها رجاله؟ مش هي اللي طلبت طلاق وقدام اخواتها اللي ما في حد منهم قال لها عيب؟ نقول لها عيب ليه يا فواز؟ نقول لها عيب ليه؟ ايه؟ يا طلبه حاجه غلط؟ ده حقها يا اخي. وبعدين يا فواز؟ وبعدين يا نوارة، ما كفاياكم فضايح عاد، ما كفاكمش اللي عملتوه قبل كده. وبعدين طلاق ايه اللي هتتكلم عليه ده يا سعادة؟ طلاق اختك ولا الاسكندرانية؟ طلاق اختي طبعا، ما ان احنا ما الاسكندرانية. انا لا هطلق دي ولا دي. عنك ما طلقت يا اخي. واللي عايزة تتطلق تروح تتطلق بعيد عنك. اما انك راجل اوعاك تغلط يا عبد الجهد. فواز يا ولدي، فواز، استهدى بالله يا ولدي، خلينا نحل المشكله دي. اقعد يا ولدي اقعد. انا ما عايز اقعد. اقعد يا ولدي. انت اللي غلطت في الاول يا فواز، وقاعد تقول اخواتها واهلها. مالهم اخواتها واهلها؟ جرالكم ايه يا رجاله؟ ايه اهلها واهلكم؟ انتوا ناسين ان احنا عيله واحده ولا ايه؟ الله، ما تتكلم يا شيخ طاهر، ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يا عمدة؟ الحكاية مش هينة وما نقدروش نحلوها في قاعدة زي دي. كلتنا دلقيت مخنا سخن، ما عدناش قادرين نفكر على مهل. انا فكرت كتير يا شيخ طاهر،
فكرت كتير قبل ما اقول لكم. انا صاحبة المشكلة وعارفة انا عايزة ايه. استهدي بالله يا نوار، استهدي بالله يا بنتي، واصبري اصبري. صبرت يا عمدة، صبرت وفاض بي. فواز لازم ان يطلقني دلقيت وقدامكم. اسمع يا رجالة، انا طلاق مش هطلق، يعني مش هطلق. سلام عليكم. فواز انا هنروح المحكمة يا فواز، بس مش عشان نطلب الطلاق زي ما انت ما بتقول، لا، هنطلب حق تاني. دعوني ربنا وما تقدرش تقولي فيه لا. انا هخلعك. هخلعك يا فواز، هخلعك، وهتبقى اول صعيدي تخلع مرة. وده حقي لدهوني ربنا، وما هتقدرش تقول له. تطالق انا وانا طالق بالثلاثة، ورقتك هتجيك في أقرب وقت.